بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السرطان مجموعة من الأمراض بتتميز بظهور خلايا عنيفة للغاية، خلايا عندها القدرة على الانقسام غير المحدود دون سيطرة من الجسم. الخلايا دي بتقدر أنها تتضخم مع الوقت، تكبر في الحجم، وعندها القدرة على اختراق الخلايا المجاورة، فممكن تخترق كل الأنسجة اللي حواليها أيا كان نوع النسيج، حتى لو عظم بتخترق هذه الخلايا المحيطة بها. في نفس الوقت تقدر تبعت خلايا من الخلايا العجيبة ديت صاحبة الطفرات العنيفة إلى أماكن مختلفة من الجسم بعيد عن مركز الورم نفسه، عملية بيسموها الابتثاث أو الميتاستاسيس، انتشار في الجسم، تبعت للكبد، تبعت للمخ، تبعت للغدد الليمفاوية في أماكن مختلفة، تبعت للرئة، يعني سريعة الانتشار بشكل كبير جدا. طبعا من الأمراض المرعبة اللي الناس كتيرة جدا تعتبرها يعني أشد أنواع الأمراض اللي ابتليت بها الإنسانية في الفترات الأخيرة. مجموع أمراض السرطان، طبعا بيجي السرطان في أي جزء في الجسم، أي عضو من أعضاء الجسم، مفيش ولا عضو مستثنى ممكن يجي في سرطان. مجموع أمراض السرطان بتسبب الوفاة رقم، يعني هي ترتيبها في الوفاة على مستوى العالم رقم 2 بعد أمراض القلب. بتموت سنويا أكثر من 9 مليون إنسان على وجه الأرض بشكل عام، فبالتالي مرض من الأمراض الخطيرة. المرض ده أنا شايف أنه متطابق مع التحذير الإلهي: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بعض الذي عملوا، ايه اللي عمله الانسان؟ الانسان عمل حاجات عوقب بها بانتشار هذا الوباء او هذا المرض في الناس. ما كانش السرطان موجود بهذه الكمية في السابق، هو مرض قديم موجود في البرديات القديمة جدا لقدماء المصريين وللإغريق والغيره موجود، لكن بعدد محدود للغاية. الانتشار السريع قوي ده بتاعه آخر قرنين من الزمن، وهو مربوط بالفساد في الأرض وزي ما هنشوف بعد شوية يعني. وده تحذير نبوي برضو. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. شوف قد إيه يعني أوجاع ما كانتش مشهورة في السابق صارت مشهورة دلوقتي. مش لازم الأوجاع دي تكون مرتبطة بالفاحشة أو مرتبطة بالعلاقات ما بين الرجل والمرأة، لكن هي مرتبطة بالفساد. أوجاع ما كانتش موجودة قبل كده نتيجة مشاكل أخلاقية، زي ما الحديث بيقول ده مربوط بده كما قضى ربنا سبحانه وتعالى. لكن حتى مرض السرطان نفسه هو مربوط بفساد الإنسان في الأرض. ولما نيجي نراجع أسباب السرطان هنفهم الجملة دي كويس جدا. السرطان 90% منه أو 95% في بعض الدراسات يرجع إلى طفرات جينية ناتجة عن عوامل بيئية مختلفة ونمط حياة، يعني إحنا اللي عاملينه في نفسنا، مش شيء كده بدون سبب. 5-10% فقط معتمد على الوراثة، بتكون عائلات معينة فيها الموضوع بدون ما يعملوا شيء، لكن 90 أو 95% ناتج عن عوامل في الأرض إحنا عملناها وبنعاني من نتائجها. زي إيه مثلا؟ 25%-30% من أمراض السرطان نتيجة السجاير، التبغ. تخيل هذا الرقم. احنا التدخين عايزين نعمله ان شاء الله حلقة منفصلة عشان نعرف الكارثة ديت اثرها على الفرد والاسرة والمجتمع والامة والعالم بشكله ايه، يعني اثار شنيعة. السجاير بتسبب 90% من سرطان الرئة، وكمان بتعمل سرطانات اخرى: سرطان الحنجرة، سرطان الرأس، سرطان الرقبة، سرطان المعدة، سرطان المثانة عندنا في المسالك البولية. سرطان المثانة احنا عندنا نوعين في سرطان المثانة أساسيين، عندنا أنواع كتيرة من سرطان المثانة، لكن في مصر مثلا عندنا نوعين رئيسيين: نوع نتيجة السجاير ونوع نتيجة البلهارسيا. طبعا في أوروبا أو في أمريكا أو في بلاد الغربية ما عندهمش بلهارسيا، فمعظم الأورام هناك في المثانة من السجاير. الكلى برضو، أورام الكلى، المريء، البنكرياس،
كل دولت مربوطين بالدخان بشكل مباشر. الدخان دخان السجائر بيحتوي على 50 مادة مسرطنة. انت متخيل هذا الرقم؟ 50 مادة مسرطنة، بداية من النيتروزامين اللي هو اشدهم، ومرورا بقى بعدد كبير جدا جدا من المسرطنات. عشان كده بيكتبوا على العلبة دلوقتي ان هو يسبب الوفاة ويحدث الاورام. وعزيزك الناس برضو ايه سبحان الله بتدخن. التدخين مسؤول عن وفية من كل 5 وفيات بسبب السرطان في جميع انحاء العالم. ده احد احنا عملنا في نفسنا التدخين. ما انت ممكن الناس توقفه، لكن هو موجود ومنتشر. وفي حاجه اسمها التدخين السلبي. يعني ايه السلبي؟ يعني واحد بيشرب سجاير اللي جنبيه ممكن يصاب مع ان هو ما شربش سجاير، او اولاده او الاسره الزوجه او الاب او الام او كده. طبعا بلاء كبير جدا جدا زي ما قلنا، ان شاء الله نفرد له حلقه. السمنه وقله النشاط البدني بيسببوا 30 ل 35% من السرطانات في العالم. متخيل هذا الرقم؟ زي السجاير، يعني السمنه بخطوره السجاير. وطبعا ده مش بس من خلال التأثير على وزن الجسم، لكن أيضا في تأثيرات سلبية للسمنة على جهاز المناعة وعلى نظام الغدد الصماء، وده بيؤدي إلى يعني الإصابة بأورام مختلفة في أكثر من مكان في الجسم. السمنة ديت معظم أسبابها 50% أو أكثر نتيجة الإفراط في الأكل. وطبعا نرجع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلنا حافظينها وكتيرة. على سبيل المثال، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني حاجة بس مش لازم تشبع أصلا في السنة النبوية، لكن الناس اللي بتفرط في الأكل بتعرض نفسها لهذا الموضوع. وطبعا برضو بيقولوا عدم تناول الفواكه والخضروات أحد الأسباب الرئيسية في قابلية الجسم لحدوث السرطانات. 15-20% من أمراض السرطان في العالم نتيجة العدوى. العدوى بفيروسات، العدوى ببكتيريا، العدوى بطفيليات. أشهر مثلا فيروس الورم الحليمي البشري اللي هو هيومن بابيلوما فيروس، والتهاب الكبد الوبائي بالذات بي يو سي بيعملوا برضو سرطانات في الكبد وفي غيره، وفيروس إبشتاين بار، وفيروس الهربس، وفي بكتيريا الهيليكوباكتر اللي هي موجودة في المعدة برضو مربوطة بسرطان المعدة وسرطان الاثنى عشر، وبالهرسية طبعا مربوطة بأنواع مختلفة من السرطانات، وخاصة في الكبد وفي المثانة وفي الكلى وفي الحالب وفي أماكن مختلفة من الجسم. الإشعاع بيسبب 10% من السرطانات في العالم، والإشعاع ده ممكن يكون نتيجة التعرض الطويل للشمس. يعني الناس عندها طبعا انطباع ان الشمس مفيدة وتعرض ليها بس بقدر بنسبة، لكن التعرض الطويل للعمال اللي بيشتغلوا في الشمس فترة طويلة، التعرض للشمس البلاد الحارة اللي فيها يعني شمس طول الوقت والناس متعرضة ليها، ممكن يجي لهم سرطانات وخاصة سرطانات الجلد. وطبعا الاشعاع اللي موجود في المواد الطبية او التصوير الطبي، والإشعاع اللي موجود في غاز الرادون. الرادون ده غاز موجود في بعض مواد البناء وساعات موجود في الأرض، فالمباني بتتبني على أراضي جواها رادون أو مواد بناء استخدمت فيها هذه المواد المشعة، ممكن بيحصل نوع من التلوث وبتعرض الناس للإصابة بالسرطان وخاصة الأطفال. الكحول، الخمور، الخمور بتسبب في البلاد الأوروبية 10% من الأورام عند الرجال و 3% عند النساء. طبعا ليه؟ لأن الرجال بيشربوا أكتر من النساء، فالنسبة فيهم زايدة. ارتباط الكحول بالسرطانات ارتباط وثيق، وبالذات سرطان الكبد وسرطانات الجهاز الهضمي. خلل هرموني، ضعف المناعة بيساعدوا على نمو الأورام الخبيثة. وأخيرا عامل الوراثة اللي قلناه في الأول، ده من 3-10% أو 5-10% حسب الدراسات المختلفة، بيعمل يعني سرطانات، وخاصة سرطانات الثدي، المبيض، القولون، البروستاتا. يعني دي سرطانات مربوطة إلى حد ما بالعائلات، في عائلة بيبقى في ماشي فيها الموضوع ده أكتر من العائلات الأخرى. لو إحنا بعد ما سمعنا الحلقة ديت كده، سمعنا الكلمات اللي أنا قلتها 1-2-3-4 من أسباب السرطان، عرفنا إن معظم هذه الأسباب إحنا عاملينها بنفسنا، نظام فاسد في الحياة. يعني إحنا عاملين نظام سيء أدى إلى مثل هذه الكوارث. وبالتالي لما أنا أعمل خطة للهروب من السرطان، نسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا من هذا الوباء الشديد وهذا الابتلاء العظيم، إننا نعمل نظام حياة جديد
نظام حياة يحفظنا قدر المستطاع من السرطان. ممكن تحفظه بشكل نهائي لان زي ما قلنا في امور سلبية بمعنى ان انت مبقاش عامل حاجة لكن هي موجودة في الجو، موجودة جنب في, 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 في المجتمع اللي انت عايش فيه فبتسبب السرطان، لكن انا باخد حذري فبقلل النسبة، والكلام ده كله موثق بالدراسات العلمية. الكلام ده بيجي في عدة نقاط اقولها كنوع من الايجاز، وهو إيجاز دي ما ذكرته في الحلقة من أسباب. أولا، واحد، الامتناع تماما عن التدخين، ما فيهوش أي مصلحة. اللي يعرف مصلحة في التدخين يبعت لي على الحلقة دي يقول لي والله في مصالح كذا كذا كذا، إنما كله شرور وكله يعني ذنوب حقيقة، لأن الرسول بيقول لا ضرر ولا ضرار. فأنا ما ضعش نفسي في هذا المأزق وأقول يعني أنا حر في جسمي أنا حر، حتى بتصيب نفسك وبتصيب اللي حواليك بالتدخين السلبي. الامتناع تماما عن التدخين وحظره في الأماكن المغلقة، ودي قوانين بقى لازم تطبق بدقة في البلاد اللي نفسها تتخلص من السرطان. الامتناع عن الكحول، طبعا ده يعني الخمور حرام في الإسلام بنص صريح، فالامتناع عن الكحول. الحفاظ على وزن مناسب للجسم والإكثار من أكل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. يعني أعمل رياضة، أعمل رجيم، أعمل نظام غذائي، أحافظ على جسمي، جسم أولادي، أكون يعني ده السمة العام، وده كلام كله متطابق مع السنة النبوية. نمرة 4، التطعيم ضد الأمراض المعدية، الأمراض الفيروسات اللي أنا قلتها. ممكن تسألوا الأطباء اللي في المنطقة عندكم أو تتعاملوا معاهم على الأمراض التي تسبب الأورام، وبالتالي أقدر أخذ تطعيمات مناسبة أو العلاج السريع ليها حتى لا تنقلب بعد ذلك إلى أورام. التقليل من التعرض لأشعة الشمس، حتى لو عملت رياضة بيكون لابس حاجة فوق رأسي، والناس اللي بيشتغلوا في الشمس على قد قدر المستطاع يقللوا التعرض للشمس باللبس الواقي أو بالشيء فوق الرأس. أخذ المحاذير الطبية عند التعرض للإشعاع، ودي طبعا انا بوجه النصيحه ديت لنفسي والاخواني من الاطباء والفرق العمل اللي عملها في الطب. احنا بنستخدم الاشعاع كتير جدا، حتى عندي في مسالك بنستخدمه في المناظير كتير جدا جدا، ان انا بشتغل تحت جهاز اشعه بيعمل لي كل شويه صوره للمريض وانا شغال. فلو يعني الدكاتره كتير بيجدوا عبء في انه يحمل الرصاص الواقي من الاشعاع، تقله جامد وبيعوق الحركه شويه، فبيوفر وقت وما يلبسوش ويوفر جهد، ومع مرور الوقت تعرض للاشعاع ده ممكن يؤدي الى الاصابه بالاورام. فالناس اللي شغاله في هذا المجال، الناس اللي شغاله في الاشعاع باي شكل من الاشكال، لازم ياخدوا المحاذير على قد ما يقدروا في هذا الموضوع. الكشف الدوري يا اخواننا مهم جدا جدا واخواتنا، ان انا اتابع مع الهيئات الصحيه الموجوده في المنطقه عندي موضوع الكشف الدوري، ان انا كل سنه او كل سنتين بعمل بعض الفحوصات اطمن ان الامور ما فيهاش مشكله. لان انا وعندنا في الاورام على فكره في حاجه اسمها دلالات الاورام، بعض التحليلات الدم او الاشعاعات البسيطه ممكن اقدر اعرف بيها اذا كان المريض ده عنده ولا ما عندوش، فاعمل اكتشاف مبكر وبالتالي علاج مبكر وبالتالي اقطع الدايره من اولها ويكون المرض يعني حجمه اقل بكتير وخطورته اقل بكتير. السكن في اماكن صحيه قدر المستطاع، لان الاماكن اللي فيها غبار كتير وعوادم زايدة ودخان مصانع كل الحاجات دي كلها طبعا غير مضمونة ممكن تؤدي إلى السرطانات قدر المستطاع. أنا عارف إن الظروف البيئية ممكن تبقى صعبة، لكن ما فيش مانع إن أنا وأنا بدرس المكان اللي أسكن فيه أحط هذا في اعتباراتي. لو سكنت في مكان بعيد شوية عن المدينة حتى لو كلفني أكتر، أو حتى لو الوقت بتاعي اللي أنفقته في الذهاب والعودة كان يعني أكتر، بس في مصلحة متحققة في هذا الموضوع. آخر حاجة أقولها، هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تعيدها 3 حين تصبح و3 حين تمسي من أذكار الصباح والمساء اللي تحفظ إن شاء الله جسمك من الأمراض بشكل عام ومن السرطان أو أي شيء أنت بتخاف منه. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تقول 3 مرات في الصباح و3 مرات في النساء. في النهاية يا أخواننا وأخواتنا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واجب المسلم أنه يحمي نفسه وأهله ومجتمعه من الأمراض قدر ما يستطيع، فإذا ابتلي بالمرض صارع بالعلاج. روى أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء.
فتداووا. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الإسلام والمسلمين وكافة المشاهدين والمشاهدات من كل ما يضرهم في جسدهم أو في أنفسهم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.